تخيل، تخيلوا معي إنه الشمس، معلش هيك شوي أخذكم في رحلة في خيالي، تخيل إنه الشمس اللي مشتعلة ونار هي مثل مشاكلنا اللي بتظهر كل يوم، ولكن تخيل أيضا معي هذا البحر اللي راح تختفي الشمس فيه، هذا بحر من الإيمان والعلم اللي بيعطيك سكينة. في النهاية كل شيء زائل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مهما كانت مشاكلك كبيرة، ومهما كانت حارقة، ومهما كانت الدنيا عندك مولعة ونار، في النهاية كل شيء يظهر وكل شيء يذهب، وكل حي يموت، والحي الذي لا يموت هو الله. فمهما كانت مشاكلك، ومهما كان أعباءك ومسؤولياتك، في النهاية لازم يكون عندك بحر من المعرفة، بحر من المعرفة. كل ما كبر محيطك المعرفي زاد تعلقك بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما زاد تعلقك بالله كلما اقتنعت أكثر وأكثر أنك لم تخلق لتتألم. الألم جزء من الحياة، لكن ألمك لن يستمر. الإنسان اللي بده يعيش مبسوط عليه أن يتعلق بحبال المعرفة، وحبال المعرفة دائما نهايتها تؤدي إلى الله. هذه هي أبسط رسالة، هذا ما كنت أفكر فيه في لحظة غروب. سبحان الله، هيها غابت الشمس، هاي مشاكلك قاعدة بتروح، بس هذا مش معناه أنها راح تروح بشكل كلي، ستشرق غدا مرة أخرى. فالإنسان راح يعيش، وطول ما هو عايش راح يظل يواجه مشاكل ومسؤوليات وتحديات، لكن طوبى لمن عرف، طوبى لمن أيقن جهله فتعلم. خلص غابت الشمس، يلا حكولها مع السلامة، نلتقي غدا إذا كنا من أهل الدنيا. سبحان الله، المشاكل تغرق في بحر المعرفة، المشاكل تغرق في بحر المعرفة.